تعلم أن أردوغان قام بتصفية كل خصومه خاصة، بدأ بالإعلام والصحفيين والكتاب، وهناك هجمة شرسة من نظام أردوغان على مدار سنوات كثيرة مضت أودت بالمنظومة الإعلامية، وأغلق الكثير من الصحف ووكالات الأنباء وهذه المحطات الفضائية. كل صوت بيخالف أردوغان أو لا يسبح بحمده بات خارج المنظومة تماما. كيف تفسر هذا السلوك الأردوغاني والعداء الأردوغاني تجاه الإعلام تحديدا؟ Erdoğan da bütün diğer otoriter rejimlerin lideri gibi yolsuzluğa, kanunsuzluğa daha çok ulaştıkça gazetecilerle daha çok sorun yaşamaya başladı. بدأ أردوغان يعاني من المشكلات أكثر مع الصحفيين بعد أن غرقه الفساد وانتهك القوانين مثل زعماء الأنظمة الاستبدادية الأخرى. نشاهد ازدياد قمع أردوغان وهجماته على الإعلام خصوصا بعد 2010. مسيرة قمع أردوغان واستبداده انتقلت إلى مرحلة جديدة حادة في 2013 بعد ظهور فساد حكومته وأسرته والحملة الأمنية المشهورة ضدهم. وكان أمامه خياران، إما أن يسلم نفسه إلى القضاء ويحاسب، وإما أن يعلن استبداده ويفرض سيطرته على البلاد. أردوغان اختار الخيار الثاني، بدلا من أن يذهب ويحاسب، اختار الاستبداد والديكتاتورية وأعلن حربا على الإعلام والصحفيين. في البداية حاول زجر الصحفيين باعتقالهم، وبعد ذلك هدد المؤسسات الإعلامية بفرض العقوبات المالية ومنعها من الإعلانات مهاجما إياها في خطاباته الجماهيرية. بعد أن فشل في إسكاتهم وضع يده على المؤسسات الإعلامية بقوات الشرطة من خلال المحاكم التي أسسها مؤخرا وبالقرارات التي أصدرها مخالفا للقوانين، ثم قام بفصلهم من وظائفهم. والآن معظم الصحفيين في السجون، 95% من الإعلام التركي تحت سيطرته. بقيت الصحف والقنوات الحرة الضعيفة فقط، وهذه المؤسسات تعاني لعدم قدرتها على استدامة حياتها الصحفية نتيجة الأزمات المالية. واليوم تحول الإعلام في تركيا إلى واسطة الإعلان لأردوغان، ومعظم من كان يزاول مهنة الصحافة دخلوا السجون لأن أردوغان أعلن أن مهنة الصحافة جريمة، كما هي الحال في أنظمة ديكتاتورية واستبدادية. وبعد إعلان أردوغان أن مهنة الصحافة جريمة، تم اعتقال كل من يعارضه وينتقده من الصحفيين، سواء كانوا من اليمينيين أو اليساريين، أو كانوا من المتدينين أو الملحدين، صاروا من ضمن الإرهابيين، ومن ثم تم الزج بهم في السجون. وليس من الغريب أن تكون تركيا اليوم أكبر سجن للصحفيين في العالم. على ما أتذكر أن أكثر من 130 صحفيا من أصدقائنا الصحفيين ما زالوا في سجون تركيا، ومنهم مئات في المنفى في خارج البلاد، والباقون ينتظرون الموت لعدم وجود فرص عمل في الإعلام. هناك المنع التام في القطاعين الخاص والعام من استخدام العاملين بالمؤسسات الإعلامية التي صادرتها الدولة، وهؤلاء ينتظرون الموت. واليوم سيطر أردوغان على الإعلام تماما، ونعيش أيام الرجل الواحد كما يروى في رواية جورج أورال 1984، حيث يأخذ أردوغان وأسرته كل القرارات فيما ينشر على الإعلام، ومن ثم لا يستطيع أحد أن يطلع على الحقائق في تركيا. مقابل هذا، المواطنون يحاولون أن يسمعوا أصواتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نرى أن أردوغان على الرغم من سيطرته على 95% من الإعلام، فإنه لا يستطيع أن يسيطر على كل شيء، والناس يحرصون أكثر على الاطلاع على الحقائق، والصحفيون مستمرون في مسيرتهم مستخدمين فيسبوك وتويتر. إن الشعب التركي مطلع على الحقائق، كما أظهرت لنا نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.